خبرنا هذا وزير الخارجية الليبي بالعودة إلى اتصاله بوزير الخارجية السعودي عبد الهادي الحويج. بداية نرحب بك في نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث. وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، نرحب بك في نشرة الأخبار. أهلاً وسهلاً بك. نعم، ضعنا في تفاصيل هذا الاتصال الذي جرى ما بينك وما بين وزير الخارجية السعودي. طبعا في البداية شكرا لتحت هذه الفرصة. الاتصال جاء على خلفية مزيد من التشاور، مزيد من التنسيق، وضع زملائنا وزراء الخارجية الدول العربية المختلفة في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية. الاجتماع المزمع أيضا عقده يوم الغد، اجتماع وزراء الخارجية اللي حيكون بالفيديو كونفرنس حول الوضع في ليبيا. الاجتماع تحدثنا مع معالي الوزير حول الضغط الأجنبي وخاصة العدوان التركي المباشر بالبوارج وبالطائرات. تحدثنا عن أنه لا يمكن الذهاب إلى الحل الدائم والمستدام في ظل وجود الميليشيات وفي ظل وجود المرتزقة، وأن الحل يصنعه الليبيون، وعبر الوزير عن دعمه الكامل لكل هذه القضايا، وأنه أيضا مع إعلان الذي تبناه المستشار عقيلة صالح وسيادة المشير خليفة حفتر وبرعاية مصرية، وأصبح إعلان دولي. وطلبنا أيضا أن يكون إعلان القاهرة إعلانا دوليا ويتم تبنيه من خلال جامعة الدول العربية ويتم إحالته إلى مجلس أمني كي يكون وثيقة دولية ومرجعية كمخرجات برلين أو مخرجات أخرى لحل الأزمة. طبعا السعودية دولة مهمة، دولة محورية، دولة كبيرة، دولة فاعلة، هي تقف معنا ضد العدوان الخارجي والأجنبي، تقف معنا من أجل إيجاد حل سلمي لبلادنا، تقف معنا في وقف إطلاق النار حيث يتتواجد اليوم القوات، ضد أي تصعيد عسكري من الميليشيات أو من حكومة السراج. نعم. إذن أنا أعتقد أن هذه رسالة مهمة، أن العالم الآن يتعامل مع كل أطراف. لا يوجد اليوم حكومة اسمها حكومة الوفاق، هناك حكومة اسمها حكومة السراج. نعم. هي حكومة أوضحنا له أن هذه الحكومة أيضا أنها غير دستورية وغير معتمدة ومنتهية الصلاحية، غير دستورية لأن الاتفاق لم يضمن في الإعلان الدستوري المؤقت، وهي غير معتمدة لأنها ذهبت إلى مجلس النواب مرتين ولم تنل ثقة مجلس النواب، ومنتهية الصلاحية حتى وإن سلمنا أن الاتفاق السياسي ضمن في الإعلان الدستوري وأن الحكومة الوفاق اعتمدت البرلمان، فهي وفقا للنص الذي جاء بها هي صلاحيتها سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة واحدة أخرى فقط، بمعنى أن 17 ديسمبر 2017 انتهت ولايتها بشكل مطلق بشكل رسمي دستوري وغير. طيب سيد عبد الهادي، استثمر وجودك معي على غرار المملكة العربية السعودية، ما هي دور الخارجية الليبية في تفعيل علاقات ثنائية بين دول أخرى؟ طبعا بكل تأكيد بالأمس كان هناك اتصال مع معالي وزير الخارجية الجزائري، وكان لدينا في المدة الماضية اتصال بوزير الخارجية المغربي، اليوم كان هناك اتصال مع مساعد وزير الخارجية المصري، كان هناك اتصال مع نائب الوزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، هناك اتصالات يعني مستمرة وعلى أعلى مستوى من أجل إيضاح حقيقة ما يحدث في ليبيا، من أجل إيضاح اليوم المعركة السياسية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وبالتالي احنا معنيون بإيضاح ما يحصل في بلادنا، معنيون التوابط التي يريدها الشعب الليبي وتريدها الحكومة ويريدها مجلس النواب وتريدها القوات المسلحة العربية الليبية، وهي ضرورة تفكيك الميليشيات وجمع أسلحتها ونزع أسلحتها، ضرورة إخراج المرتزقة الإرهابيون الأجانب من بلادنا، وحدة واستقلال ليبيا أحد توابطنا الأساسية، رفض التدخل الأجنبي والعدوان التركي وأي عدو خارجي لا قدر الله على بلادنا. إذن أي جهد يأتي في ضمن هذه التوابط نحن نرحب به، وأيضا نعطي رسالة للعالم أن القوات المسلحة هي قوات سلام وقوات محبة ولا تحارب الليبيين، وليست لديها معركة مع الليبيين،
معركة قوات المسلحة مع الإرهاب ومع الإرهابيين ومع الخارجين على القانون والميليشيات فقط. هؤلاء هم من لدينا معركة معهم، ومعركتنا مع المرتزقة الأجانب، ومعركتنا من أجل استعادة الوطن وكرامة الوطن والمواطن. وبالتالي شعبنا الليبي مع جيشنا الوطني في هذه المعركة اللي هي معركة واجبة من أجل تحرير بلادنا من الإرهاب والخارجين عن القانون، من أجل فول الحدود، من أجل أن تكون ليبيا دولة مسالمة في فضائها المغاربي والمتوسطي والأفريقي. وبالتالي ما يقوم به قوات المسلحة نقوم به نيابة عن الليبيين ونيابة عن العالم، في من أجل أن يكون بحر سلام وبحر استقرار، خاصة في ظل اتفاقية الدل اللي وقعتها حكومة السراج مع الحكومة التركية التي زادت الهوة وخلقت مشكلات على سواء في الموضوع الاتفاقية البحرية أو الاتفاقية الأمنية المتحدة لقانون البحار سنة 1980، المادة 74 التي تنص على أنه المشاكل يجب أن تسوى بشكل جماعي في المتوسط. كل هذه المسائل للأسف لم تراعى ولم يراعى فيها القانون الدولي، وحتى الحديث اليوم العالم تآكل موضوع الحديث عن الشرعية الدولية، ما يسمونه الشرعية الدولية، وأنا لدينا الشرعية الدولية وأنا لدينا قرارات مجلس الأمن. اليوم العالم بعد برلين يتحدث عن أطراف ليبيا ويتحدث عن الجيش الوطني، هو الآن معترف به حتى مجلس الأمن ومجلس النواب معترف به مجلس الأمن، والحكومة هي من مخرجات مجلس النواب، وبالتالي ما هو شرعي ومخرجاته بالضرورة تكون شرعية. نحن ليس لدينا مشكلة مع الليبيين، ليس لدينا معركتنا لم ولن تكون مع الليبيين، ولا نريد أن يكون لنا أعداء حتى على المستوى الخارجي، ولكن إذا كتبت علينا لا قدر الله المعركة يعني كل خياراتنا ستكون مفتوحة. ولكن ما نريده سلام مستدام، نريد الوصول إلى تسوية سياسية عادلة لا غالب فيها ولا مغلوب، نريد أن تكون ليبيا للليبيين، نريد دولة المواطنة، نريد دولة القانون، نريد دولة المؤسسات، نريد أن نذهب إلى ليبيا الجديدة التي لا يكون فيها إقصاء وتهميش. وحتى شباب الليبيين اللي في طرابلس اليوم ويستمعوا لنا، لا نريدهم أن يستخدمون ويكونوا في التبات ويكونوا في المحاور ويكونوا في جبهات القتال، ويتم استخدامهم للأسف من المجاميع الإرهابية ومن المرتزق السوريين أو من العدوان التركي، يستخدمونهم يوجهون لإخوتهم جيشهم الوطني. هذا الجيش الوطني الليبي جيش احترافي وجيش نظامي يدافع عن الأرض ويدافع عن الوطن بالتأكيد. لكن سيد عبد الهادي، أريد أن أتطرق إليك إلى نقطة ذكرتها قبل قليل، وهي اتصال جرى ما بينك وما بين نائب وزير الخارجية الروسي. على ماذا أكد خلال هذا الاتصال؟ طبعا أصدقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية يؤكدون دوما، وما أكده لي منذ قليل اليوم أيضا، هو أن مع تسوية سياسية عادلة وضد التدخل العدوان الأجنبي وضد وجود الميليشيات وضد المرتزقة الأجانب، هذه ضمن الثوابت. وأيضا هم يقولون أننا مع إعلان القاهرة ومع مخرجات برلين، ونحن بالمناسبة نؤيد ونحيي الجهود الروسية والجهود الدولية الداعمة لحل الأزمة الليبية، بالإضافة أيضا للجهود الجزائرية. لا ننسى الجزائر ودورها، ولا ننسى أيضا جمهورية مصر العربية التي دعت الدور أيضا دور المملكة المغربية التي ساهمت وحاولت أن تحل الأزمة من خلال اتفاق الصراع اللي هو كان من حيث النص كان اتفاق جيد، ولكن للأسف لم تلتزم به الميليشيات وحكومة السراج، مما أدى إلى استمرار الأزمة واستمرار الفوضى واستمرار نزيف الدم. كل هذه المسائل أيضا عندنا أسبوع اتصالات حتى مع الدول الأفريقية وبعض الدول الأوروبية، سيكون هناك جولة وسيكون هناك لقاءات وسيكون هناك تواصل. والمفيد أعتقد أحد الأشياء المفيدة في التطور الجديد أنه المؤسسات الثلاثة الشرعية، القوات المسلحة ومجلس النواب والحكومة، نعمل كفريق واحد ونتواجد كفريق واحد، وحتى تواصلنا الخارجي سيكون كفريق مشترك موحد لننقل رسالة واحدة، هي أننا مع ليبيا كل ليبيين، مع إيقاف نزيف الدم، مع إنهاء فوضى الميليشيات والخارجين على القانون ودواعش المال العام، ومع التوزيع العادل للثروة، ومع ضد التدخل الأجنبي
التركي بكل بكل أشكاله. نعم، إذن وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الأحويش، شكرا لك على كل ما أوضحته لنا خلال نشرتنا.